بطل حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم عنه هو الفنان أحمد رمزي. هو فنان من أهم نجوم الزمن الجميل، اشتهر بأدوار كتير جدا، بس الأدوار اللي علمت في أذهان جمهوره زي دور الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل، عدد كبير جدا من الأعمال منها أعمال مهمة تركت بصمة خاصة في تاريخ السينما وعشاقه ومشاهديه، وكان ليه قاعدة جماهيرية كبيرة. الفنان أحمد رمزي هنعرف النهاردة تفاصيل كتير جدا عن حياته الشخصية وكمان حياته الفنية. الفنان أحمد رمزي من مواليد 23 مارس عام 1930 تحديدا في محافظة الإسكندرية. الأب كان طبيب والأم اسكتلندية، دخل مدارس الأورمون وتعلم فيها، ودخل كمان كلية فيكتوريا، وطلب منه والده لأن دي كانت أمنية حياته أنه يدخل كلية الطب زي والده، لكن فشل في تحقيق حلم والده ورسب 3 سنوات ورا بعض، وبعد كده حول لكلية تجارة ودرس فيها وتخرج منها وحصل على بكالوريوس التجارة. أما سنة 1939 اتوفى والده وخسر ثروته في البورصة، اضطرت والدته انها تشتغل مشرفة على طلبات كلية الطب لتربي اسرتها. وكان احمد رمزي في الوقت ده بيعشق التمثيل من وهو صغير، وفي مرحلة الشباب كان بيحلم هو وصديقه، كان لي صديقه المقرب الفنان عمر الشريف، انهم يدخلوا في مجال الفن، وفي الوقت ده التقوا بالمخرج يوسف شاهين اللي اختار عمر الشريف ليكون بطل فيلمه الجديد صراع في الوادي، وده كان انتاج سنة 1954. واتصدق في الوقت ده لما اختار يوسف شاهين الفنان عمر الشريف بدل منه في الدور ده، بس طبعا كان صديقه، لكن احمد رمزي كان بيحلم طول عمره انه يبقى ممثل وبطل كمان. وبعد كده في يوم من الايام كان احمد رمزي كعادته في صالة البلياردو، ووقتها لمحه المخرج حلمي حليم ولاحظ سلوكه وتعبيراته وكلامه، فعرض عليه انه يشتغل معاه داخل السينما، وفرح جدا احمد رمزي، وكانت اول بطولة ليه في فيلم ايامنا الحلوة سنة 1955 مع صديقه اللي كان الوجه الجديد في الوقت ده هو علي محافظ. وبعد كده انطلق للنجومية والشهرة، وكان احمد رمزي قدر انه يسيب بصمة خاصة في تاريخ السينما المصرية، وقدم حوالي خلال مسيرته الفنية عدد كبير جدا من الاعمال السينمائية، وقرر بعدها الاعتزال، وكان اعتزل بعد فيلم الابطال مع الفنان فريد شوقي بعد ما وصل للعالمية. وطبعا كان في ناس كتير جدا متابعينه وكانوا بيحبوه جدا، وكانوا بيتمنوا انه يرجع في كلامه وما يعتزلش الفن، لان كان ليه جماهيرية زي ما احنا ما قلنا جماهيرية كبيرة. وعلشان كده قال لأحمد رمزي ان في الوقت ده مش اوانه ولازم انه يعتزل، لان في نجوم جداد وشباب ظهروا، زي في الوقت ده كان نور شريف ومحمود ياسين ومحمود عبد العزيز كمان، وحب انه يسيب صورة جميلة في عيون جمهوره، وقال انه لازم يدي فرصة للشباب ويسيب الجمهور الصورة اللي كانوا رسمين احمد رمزي فيها زي ما هي حتى بعد اعتزاله. والمفاجأة بقى ان قدرت الفنانة فاتن حمامة انها تقنعه انه يرجع تاني في فترة من الفترات، وقدرت انها تقنعه ورجع مرة تانية، بس من خلال سباعية الحكاية وراء كل باب، وكمان كان للمخرج سعيد مرزوق، وبعد كده ابتعد مرة تاني واعلن انه كان مشغول بمشروعه التجاري، والكلام ده كان في التسعينيات. وقرر احمد رمزي انه يعود للتمثيل مرة تانية، وقام بمجموعة من الاعمال كان بدايتها فيلم مع يوسف منصور ونيلي، وفيلم وردة الحمراء مع يسرى، ومسلسل وجه القمر مع الفنانة فاتن حمامة.
ولو اتكلمنا عن الفنان أحمد رمزي، فتوفى الفنان أحمد رمزي ناهز 82 عام، ورحل على أثر جلطة دماغية جديدة، وكان ده حصل بعد سقوطه على الأرض بعد اختلال توازنه في حمام منزله بالساحل الشمالي أثناء تواجده للوضوء للصلاة في يوم الجمعة 28 سبتمبر عام 2012. وكان الفنان أحمد رمزي حب إن هو يكون في مكان بعيد عن الضوضاء وعن الجماهير، لأن طبعا كان في آخر فترة في حياته كان بيحب الهدوء جدا، وكان بيحب أو يفضل إنه يعيش في منزله بالساحل الشمالي. وفعلا توفى الفنان وهو بيتوضأ للصلاة، وده طبعا كان خبر صادم جدا للجميع بعد إصابته بجلطة دماغية شديدة. واتوفى الفنان أحمد رمزي بس ساب لجمهوره رصيد هائل من الأعمال الجميلة الفنية اللي قام بيها. وانتقالا لحياته الزوجية، تزوج الفنان أحمد رمزي 3 مرات، وكانت الزيجة الأولى سنة 1956 من السيدة عطية الدرملي اللي أنجب منها ابنته الأولى باكينام. والزيجة دي ما استمرتش كتير، وكان السبب غيرة زوجته الشديد عليه. أما الزيجة التانية فكانت من الراقصة نجوى فؤاد، ودامت الزيجة دي حوالي 17 يوم وكانت أسرع زيجة في تاريخ السينما المصرية. أما الزيجة التالتة فكانت والأخيرة فكانت من محامية يونانية اسمها نيكولا، وبعد كده استمرت الزيجة دي حتى وفاته، وأنجب منها ابنته نائلة وابنه نواف اللي كان بيعاني من إعاقة ذهنية منذ ولادته، وكان عايش مع والدته في لندن إلى أن توفى في عام 2018. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كانت عن الفنان أحمد رمزي. ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولولي مين الفنان أو الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الحلقة اللي جاية. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على تعليقاتكم الجميلة وعلى دعمكم المستمر للقناة. جزاكم الله عنا كل خير.